احنا حنروح لايدي نصبح عليه. صباح الخير يا ايدي. صباح الخير، شو اخبارك؟ وايش هذه الاشياء الحلوه اللي جايبها معك؟ قصص غريبه وجديده. والله احنا نعشق الباركيه صراحه، بس يمكن نخاف نستخدمه. هلا كان عندها سؤال، خلينا نبدا دحين اسالي سؤالك يا هلا. طب الخشب تحديدا والباركيه، ولما شفت عم تدخل الواح الخشب يمكن هيك شفت النوعيه اللي كثير منيحه، واللي يمكن شوي ذكرتني هيك بالبيوت الفرنسيه اوروبا اكثر. صح صح. فالسؤال انه دائما هون بيقولوا انه الخشب الاصلي اللي عندنا مشكله معه انه مع الرطوبه ما بيضاين، فبيبلش يفكفك الخشب او يتحرك. فبسمع كثير يمكن من زمان، يعني بالاخر يمكن 15 سنه، انه الخشب الاصلي ببلاد الخليج ما بيزبط، فلازم الخشب الصناعي او اللي هو الارخص. وانا كثير عندي فضول انه هل تغيرت هي النظريه او لا؟ ايش رايك يا ادي؟ سؤالك حلو. اصلا هذا اللي كنا عم نحكي عليه، ليش ببقبق الخشب؟ عندك يا بيكون الخشب مرطب يا او عندك الخشب بيكون مش اخر مدى بقلب الغرفه. يعني عندك طريقه التركيب هي كتير مهمه. اول شيء لازم نفحص نوعيه الخشب، شو هي بس نشتري الخشب بدنا نفحص قديه الرطوبه اللي فيه. بس عندك التركيب هلا تما يبقبق او تما يفقع يستحسن انه يتلزق. يعني عندك نوعين بالتركيب، يا تلزيق يا تركيب على اللباد. هلا تركيب اللباد بتركبيه بتحط اللباد ما بيعطي صوت ما بيعطي شيء، بس هي نفكه وتركيبه. بينما يستحسن انه يتلزق التلزيق على الرطوبة ما بقبع، ساعتها بضل في عندك اللباد اللي هو اللباد اللي نفس السفنجة نحط تحت اللي بينحط شيل الأصوات وهالشيء. إيه بيعطيك أول شيء عزل الحرارة، بيعطيك عزل للصوت كمان مرة واحدة. طب إحنا على طول تكلمنا عن التركيب، بس خلينا أول شيء أعرف كيف أختاره في بيتي. خلينا نشوف إيش جاي بأدي. يا سلام، حلو هذا والله. هلا هون خلينا نسألكم. أوكي، إيش الأنواع؟ في عنا ثلاث أنواع باركي هون. تمام. في اصلي وسمي سوليد وسوليد. اوكي، هذا شكله الاصلي لانه على برواز وكذا وشكله خايف عليه. هذا على فكره هذا الرسمه ساره الديزاين راكب بقصر فرساي. اوكي اوكي، وهذا بقولوا له سوليد وود. هذا أوكي. كيف تعرفي سوليد وود؟ من سماكته، منه صناعي، يعني أيوة. ما بتلاقيه خشب وبيتركب. هيدا بعيش معك العمر كله. العمر كله ايه، يعني بس بده صيانه او بتغيري له لونه والحف. والحلو فيه انه اذا تجرح دغري بيندهن وبتظبط يتظبط. يعني هذا اغلى واحد اكيد. هذا اغلى واحد تقريبا كم؟ ايه. يعني بين ال 500 وال 700. هذه الوحده؟ لا، المتر المربع. اوكي اوكي، متر مربع اللي هي هذه متر مربع. ايه. هلا في شيء اسمه سيمي سوليد اللي بيجي هو خشب 2 ميلي كمان على خشب معاكس، اللي هو هذا كمان اللي في الارض اللي هونيك هلا بنرجع بنروح بنشوفهم. وعندك المش اصلي اللي هو الفوباركي. اوكي، هي هو الفوباركي هون. هذيك اللي مسكينه هذيك القشره. هذه القشره. طيب ادي، خلينا ناخذ احنا يعني مزايا الباركي وعيوبه يعني بشكل عام. ليك هلا هن اثنيناتهم منيح بصراحه، يعني اللي عنده ميزانيه بالبيت، اللي اخذ بيت اجار، اللي عنده محل تجاري او مكاتب او غرف اطفال. الصناعي منيح. هلا اوكي، في عندك شوي سيئات فيه انه اوقات بيعطي صوت بطرت انت وماشي. حسناته منيحه، وفي عندك حسناته مش منيحه انه اذا تجرح بدك تفكي وترك بغيره. يعني لا، الحسنات دائما منيحه. هلا هو حسناته الحلو فيه انه سعره حلو. طيب انا شفت في عندك جهاز ممتاز ومهم، اللي هو احنا نقيس رطوبه هذه مهم انه الزبون قبل يعني يسال عن الموضوع هذا، بده يطلب فحص الخشب تيعرف، لانه اوقات يمكن بغشوه او بيجي بيقولوا لك لا انه بده يفحص الهيوميديتي، لانه لا في يكون كثير ناشف ولا يكون في كثير رطوبه، فهو الافرج تبعه بين 11 و 12. خلينا نقيس اذا بدك نشوفها هون. يلا. والله حلو هذا. حلو ولا هذا عادي امشي عليه؟ هيدا سوليد وود. هيدا سوليد وود، ينفع امشي عليه؟ ايه عادي. اوكي، ولحظه ساره صوت الكعب احلى. ايه امشي على هي شوي. اوكي، علي الصوت. غريب والله. ايه هيدا بتعرفي من شو معمول؟ هيدا معمول فيلم مطبوع عليه الديزاين الخشب ومحطوط على الاتش دي اف، يعني على الهاي بس مو حلو فايدر. صراحه يعني حتى جماليا ما هو حلو. يعني واحد عنده بيت وعنده ميزانيه اكيد يعني بينصح انه يروح على السوليد وود او على السومي سوليد وود، يعني أوكي. اللي هو هيدا، وخصوصا هذاك اذا تركب بطريقه زينه ممكن يبين عادي. يعني هو يستحسن هون ببلاد الخليج انه يركب على، يعني يتلزق، يعني مش هيدا مش هيدا ما يقب. وفي شغله ثانيه كثير مهمه هاني، انه العالم ما بتعرف او شيء، بس يشتروه خاصه الخشب الطبيعي لازم ينحط بغرفه بالغرفه بده يتركب فيها
اسبوع ينحط الخشب تياخذ حراره الغرفه ويعني ياخذ حجمه بعدين يرجع يتركب. أوكي. بلس انه لازم يعطوا يعني اللي بيكون عم يركب هي لازم ينتبهوا له كثير، يتركوا 8 ملي على الداير لانه الخشب يمكن يمد، يعني ليش اوقات بفقع؟ ليه اوقات بفقع؟ من جد؟ ايه لانه اوقات ما بيتركوا مسافه فيه وبده يفرش الخشب بقب، بيقولوا ليش فقع؟ أوكي. لانه مش تركين له مجال انه 8 ملم انه يقدر يترحرح فيه. فالاختيار حسب البادجت مو على حسب اللون او الديزاين؟ حسب الخشب الديزاين. لأنه شفت في مرة باركيه أبيض يعني كان غريب شوي بس كان حلو صراحة على حسب التصميم. هو في ألوان كتير اللي هي إذا بتخديه يعني عندك لون السنديين فيك تدهنيه مثل ما بدك، يعني بتدهنيه على سرديها ذهبي تدهنيه فضي، يعني هلا سرديرج أكتر شيء السنديين والجوزة عم ينحط. أول شيء كانوا يحطوا خشب الفانجي وكانوا يحطوا خشب الكرزي. لا لا كثير أسامي علي يا إدي، هذا طبيعي ولا اللي ما هو هذا أوك هذا بيقولوا له هذا يعني أوك. جوز سنديان مو طبيعي جوز سنديان إيه والله زين إدي في كثير من الناس مثلا يسوي البيت كله مثلا باركيه او الصاله او المطبخ، انت تنصح في اماكن انه هذه يا جماعه لا تحطون فيها باركيه؟ هلا هو حلو بالمسافات الصغيره مش كثير الكبيره، يعني حلو بغرف النوم تحط لي الباركيه، عندك بالصالات حلو ينحط باركيه، الفو باركيه حلو ينحط الاولاد محلات اللي فيها كثير دعك. ما لسه كنت حقول يعني هذا كيف يعني نقدر نحافظ عليه؟ طب لو طاح مويه صلصه اي شيء يعني حيخربه ولا لا؟ بينعمل له صيانه مشان تما يشرب، يعني اول شيء بنجيب الخشب بينعمل له تريتمنت مشان تما يمتص اي شيء، بيرجع لشغله كثير مهمه انه العالم بيركبوا باركيه شوي بيجيبوا لك بغسلوه بالصابون بغسلوه بالمعقم بدهم يعملوا الارض، هذا كله هذا كله مضر ومسح لازم هو بس مسح خفيف بالماء لا اكثر لاثنين يعني لا هيدا ولا هيدا. اوكي بس بالماء ايه بس نشوف هون هلا اذا بدنا نفحص هيدا الاوك درجه لازم تكون 11 او 12 دوغري يعني سوري هون عاطيه 12.2 اوكي يعني الرطوبه اللي فيه ممتازه، اذا كان اقل بده يفقع لانه كثير ناشف، واذا كان اكثر كمان منه منيح، لازم الدرجه تكون موجوده بين 11 و 12 والله هذا الجهاز كم نسبه الرطوبه فيها؟ كنت حختاره على الجو حراره من جد دي طب يزبط من جد على الاشخاص ولا لا؟ لا لا اكيد لا طيب ادي في 111 في رطوبه يا الله انت باقي لك شوي بنفجر بنفجر تفرق طب بس نبغى نشوف اخر وحده هذه لانه طيب خلينا نشوف هذه اخر وحده هيدي وانا ودي كمان في يوم من الايام نتكلم مش فقط عن الارضيات الخشب، احيانا في ناس تستخدم التلبيس الجدران والباركيه الاوت دور، يعني هاني في شيء الباركيه بتركب برا هذا رح نحكي عليه الاسبوع الجاي رح نحكي عن يعني المسابح او على بالضبط شو الانواع اللي لازم تركب لانه في كثير ناس بيغلطوا بركبوا الخشب برا وبفوتوا بمشاكل وصايب هذا حلو انا يعجبني هذا اللي من كذا يكون شوي مدقدق يعني بان كذا هذا في تكستشر بس اللي هو فنتش. اهم اللي هو اهم من هي اوكي هيدي خشب ممرود بيقولوا له ممرود ايه يعني الخشبه بس تمرض تعطي هيدا التكستشر بس تمرض سعرها بيعلى كثير لانه تتوصل لهيدي النقشات اللي بتعطيك اياها على الاقل يعني تقريبا بال 800 900 مربع ايه اوه واو 800 بس انت تعطيك 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 هيك الشيب اللي فيها ايه يعني بتكون مريضه كثير بس مريضه سعرها غالي مريحه بالمشي هذه؟ مثلا تخيل ان واحد يمشي عليها حافي مثلا ايه هذه انا اطيح اكيد بالكعب حطيح بس يعني في ناس ممكن تسوي باب في فيك تملسيها فيك تملسيها اكثر لازم نملسها مو هلا هيديك حلو فيها انه مثلا اللي هو هذا الديزاين لكن من هون مخلطين فيه بين حاطين فيه ستينلس ستيل بس ممكن تربط فيه مع الرخام يعني اذا نحط معه رخام كمان بيعطي ديزاين كثير حلو بس مو سميك هذا هذا سوليد وود هذا الخشب الاصلي فيكون سميك يعني والله شكرا يا ايدي صراحه مره الكولكشن حلو اللي انت جايبه وحلو صراحه البركي يعطي فخامه في البيت بيعطي فخامه وبيعطي شوي تيك بتحسي انه فيري ناتشرال بيعطيك مود احساس الطبيعه احساس الطبيعه يا سلام